كيفية عمل قص حر على صورة تقوم بالتعديل عليها على تطبيق بيكس آرت؟ طريقة فعلا جد سهلة يا صديقي. تقوم بالدخول إلى تطبيق بيكس آرت، بعدها تقوم باختيار باك جراوند. مثلا اختار باك جراوند يا أصدقائي، اختار مثلا باك جراوند خضراء. بعدها أضيف صورة، مثلا أذهب إلى إضافة صورة، أضغط عليها. بعد ذلك أقوم باختيار الصورة يا أصدقائي، أقوم مثلا باختيار هذه الصورة، أضغط عليها بهذه الطريقة، أضغط على إضافة. بعد ذلك أقوم بالذهاب والضغط على قص هنا، وهكذا يمكنني القص. وأيضا يوجد طريقة أخرى يا أصدقائي هنا في القطع، تقوم بالقطع ويمكنك التحكم في القطع من هذه الأماكن يا أصدقائي. هنا يا أصدقائي نصل إلى نهاية الفيديو، لا تنسوا دعمنا بوضع زر لايك وأيضا الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله.